يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج وأنجبت امرأته أولادا، ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه، فما الحكم الشرعي؟ رجل تزوج وأنجب من امرأته أولادا ثم اكتشف أن زوجته قد رضعت من أمه، فما الحكم في هذا؟ هذا يذهب إلى القاضي، يذهب إلى القاضي ويحضر المرضعة ويسألها، فإذا صح الرضاع بشروطه يفرق بينهما، وأولاده لا، لأنهم من وطئ شبهة هم يتبعونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن لا يفرق بينهم إلا القاضي. نعم.